الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، ننبه أخواننا الإخوة الحضور برا إنه ما في زول يتكلم مع زول، ما في زول يتكلم مع زول برا. شباب تنبيه يا أخواننا، ما في زول يتكلم مع زول برا. الناس زي خلوهم يا أخواننا، الناس زي خلوهم يا أخي، لحظة الله يهديك. الناس زي خلوهم، ما في زول يتكلم مع زول. ونحن نتمنى إن الله عز وجل يهديهم. طيب، قال الله تبارك وتعالى في سورة، قال الله عز وجل في سورة البقرة: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. ربنا في هذه الآيات الكريمة بيتكلم عن صنف معين من الناس، لأن ربنا قال: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. الله قال كده في القرآن إنه في ناس من البشر بيتخذوا من دون الله عز وجل أندادا. ده كلام الله عز وجل، بيتخذ من دون الله عز وجل أندادا. وهؤلاء الند الأنداد زي ما الله عز وجل قال من دون الله عز وجل، وهم ليسوا أكفاء لله عز وجل، ولا يشابه الله تبارك وتعالى في صفة من الصفات أبدا. الله قال: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وربنا قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فربنا سبحانه وتعالى في هذه الآية من سورة البقرة قال: في ناس من يتخذ من دون الله أندادا، بيتخذ أنداد هم دون الله عز وجل، دون الله عز وجل، لأن كل المخلوقات هي دون الله تبارك وتعالى. دون الله يعني شنو؟ يعني ما بيساووا الله في شيء، هم مخلوقات الله خلقهم تبارك وتعالى، لا يساوي الله تبارك وتعالى في شيء. مش المخلوقات دي الله عز وجل خلقها وهي دون الله تبارك وتعالى. الله قال: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. الله قال لك في ناس بيتخذوا دون أنداد يجعلوهم مع الله سواء، بيحبوهم زي حب الله تبارك وتعالى. عشان كده يا أخواننا ما تستغربوا لما تلقوا زول يتضايق ويزعل ويصل لدرجة إنه يضاربك، ويصل لدرجة إنه يكاتلك، ويصل لدرجة إنه يعمل معاك أي عملية، لأنه الله قال لك في القرآن: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. يا ذول، في ناس عندهم أنداد مع الله عز وجل، بيحبوهم زي حب الله تبارك وتعالى، واحد زي حب الله عز وجل، يحبونهم كحب الله زي حب الله تبارك وتعالى. عشان كده بيكوركو، عشان كده الله قال: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. إذا قلت الله وحده بناه لا يشرك معه أحد تلقاهم بيتضايقوا. الكلام ده قالوا منه؟ قالوا الله في القرآن: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، بتشمئز قلوب بيتضايقوا. ده كلام الله، ده القرآن، تقال ده كلامنا نحن؟ الله قال لك بيتضايقوا. ربنا قال: وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده، سورة الإسراء، وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده
ولوا على أدبارهم نفورا. بيضاغوا لما أنت تقول الله براه. وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. إذا ذكرت الأنداد اللي بيحبوهم هم زي حب الله تلقاهم فرحانين وتلقاهم بيستبشروا وتلقاهم فرحانين، لكن لما تقول الله براه بيضايقوا قلوبهم بتشمئز. الله قال كده في القرآن يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. المؤمنين بيحبوا الله تبارك وتعالى ولا يحبون مع الله أحد، أي في درجة العبودية ما بيحبوا أحد من الخلق لما يوصلوا درجة العبودية مع الله عز وجل. والذين آمنوا أشد حبا لله. ربنا قال في الآية ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا. النازل ربنا قال لو شافوا العذاب المنتظر يوم القيامة، ولو يرى الذين ظلموا يعني الذين أشركوا، لأن الظلم هو الشرك زي ما الله قال يا بني لا تشرك بالله سورة لقمان إن الشرك لظلم عظيم، أكبر ظلم الإشراك بالله عز وجل. الله قال هنا ولو يرى الذين ظلموا يعني المشركين اللي كانوا جاعلين مع الله أنداد إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا. الأنداد بتعنهم ما عندهم قوة ولا حول لهم ولا قوة لهم، ويوم القيامة والله ما بينفعوهم بشيء، يوم القيامة ما بينفعوهم بشيء. عشان كده ربنا قال في الآية البعديها إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. إذ تبرأ الذين اتبعوا، ما في ناس مدبوعين وفي ناس تبع، الليلة ما أكثر المدبوعين وما أكثر التبع، تابعين غير النبي عليه الصلاة والسلام. شوف أنا أكلمك بالواضح، ونحن والله لفوا دوران ما عندنا وما في راجل بيوقف الحلقة دي، والله الذي لا إله إلا هو راجل يوقف الحلقة دي ما في، ولا عندنا لفوا دوران. بنكلمك بالواضح، بنقول لك الكلام في وشك، بعدين انت على كيفك. انت قال نحن جايين هنا فيما يطلبه المستمعون ولا فيما يطلبه المشاهدون، تقول لا يتكلموا لنا في كده، ما تتكلموا لنا انت، انا شايل منك قروش دافع لي حاجة انت، تقول لا يتكلم لنا في كده وما تتكلم لنا. الوطن حقتك لا ما حقتك، بنتكلم الكلام اللي الله قاله والرسول عليه الصلاة والسلام قاله. جود عين اي صوفي رضيت ولا ما رضيت؟ والله ولو انت كنت بتوقفنا صوفي دي الحلقة الكم انت بتعمل شوشرة، ونحن بنجي تاني وتاني بنجي الثلاثة الجاي والجمعة الجاية برضو بنجي، وما في صوفي يقدر يوقفنا بحول الله تعالى وقوته. افهم الكلام ده كويس، افهم المعلومة دي كويس. ربنا قال إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب يوم القيامة. إلا النبي عليه الصلاة والسلام ما بيتبرأ منك، الرسول عليه الصلاة والسلام لو انت بقيت تابع له ما بيتبرأ منك، لأنه ربنا قال ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. الرسول صلى الله عليه وسلم ما بيتبرأ منك يوم القيامة. أي بشر تاني ما تتبعه، اتبع النبي عليه الصلاة والسلام. نحن ديل اللي بنتكلم في الحلقة ما تتبعنا، ما تتبعنا، لكن اتبع الكلام الحق اللي بنقوله لك من القرآن والسنة. ليه؟ عشان بعدين ما تتورط يوم القيامة. الله قال في ناس مدبوعين، مدبوعين بيتورطوا يوم القيامة، وفي ناس تبع برضو بيتورطوا يوم القيامة. ربنا سبحانه وتعالى قال إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. المودة والمحبة كانت بيناتهم في الدنيا زي ما إبراهيم عليه السلام قال لقومه قال إنما اتخذتم أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا، يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا. ربنا قال في سورة سبأ ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم. الظالمين ديل منهم، ديل المشركين يوم القيامة يكونوا واقفين للحساب. ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا. ما في ناس ضعفة في الدنيا، تبع تابع
تلقاه ماشي زي الضنب تابع، يقول له اقعد، الشيخ يقول له اقعد، يقعد، قوم، يقوم فوق، ما تاكل، ما ياكل، ما تعرس، ما تعرس، اي حاجه يقول له ينفذ طوالي، ده ما تابع، ضعيف، ضعيف قدام الشيخ، تلقاه ضعيف، لانه شيوخ بيخوفوهم. سلم لقومك ثم كن عبدا لهم واخشاهم دوما كخشية ضيغمي. الكتاب بجيبه لك بعد شوية، بس أصبر لي شوية، ما في صوفي بوقف الكتب دي إطلاقا، أصبر شوية بس. فربنا قال: قال الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. والله قال لهم أنتم إما دقيتوا فينا مقلب في الدنيا كان هسي بنكون مؤمنين. ما ورطهم، عشان تعرف أنه في ناس بيورطوا ناس في الدنيا دي. نحن جايينك عشان ما تتورط، عشان ما يوم القيامة تندم. قال الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم، والله لو ما أنتم لكنا مؤمنين، كنا حنكون مؤمنين. قال: وقال الذين استكبروا للذين استضعفوا. شوف الكبارات والأسياد، الأسياد شوفوا بيقولوا للمذبوحين شنو. وقال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. نحن صديناكم عن الهدى لما جو تكلموا لكم في الحلقات وقالوا لكم الله قال والرسول قال، نحن قلنا لكم ما تسمعوا، نحن جينا سوقناكم من الحلقة قلنا لكم أرحكم معانا ما تسمعوا، ما قال لك. الآن في شيخ جاك هنا، في شيخ انت بتدافع عنهم، هم وينهم؟ شو خطورك وينهم؟ انت مسكين زول بتبيع تاكل رزق اليوم باليوم، قاعد هنا تبيع لك بلح، تبيع لك طماطم، الشيخ قاعد في البيت ولا قاعد في المسجد بتاعه ولا قاعد في التكية بياكل مرتاح، انت المسكين جاي تدافع عنه، انت ما تخليه يجي، هو خليه يجي، هو نحن دارين انه يجي، ما بيجي لكن بيرسل ترى زيك المسكين ده تجي هنا وتضارب الواحد شان الحلقه، يفوت ذاته بيع البلح بتاعه يرجع البيت يقول للمراه والله انا الوهابي هذا ضيع ذاته رزقنا ذاته، انت اللي قال لك تعال منه يخشي البلحك ام يبيع بغادي، انت اللي قال لك تعال لنا منه قدمنا لك كريت دعوه، لا شيل بلحك بيع بعيد مننا يا اخي، فهمت؟ فما في شيخ جمنعك من الحق ولا في شيخ قال لك ما تسمع، انت براك المجرم، براك انت. انا بخاطب صنفي معين، لولا انتم لكنا مؤمنين. الله قال: وقال الذين استكبروا للذين استضعفوا انحن صددناكم عن الهدى بعد اذ جاءكم بل كنتم مجرمين. شوف الكبارات بيقولوا للمذبوحين شنو؟ قال لهم انتم كنتم مجارم براكم. ربنا قال بعديها: قال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار. ده سورة سبع، الآية دي في سورة سبع، ده ما كلامنا نحن، اقرأ القرآن. بل مكر الليل والنهار، انتوا كنتوا مكارين، إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. عرفتوا الورطة؟ قالوا لهم انتوا كنتوا مكارين الدنيا، المكر ده بتاعهم شنو؟ عليه الصفحة 172 المكر بتاعهم ده. قال: إذ تأمروننا، تدون تعليمات وتكتبوا لنا في الكتب وتطلعوا لنا في الأشرطة نعمل شنو؟ أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. دار تعرف الند؟ الند اللي بيجعله مع الله، اديني الكتاب ده وما في صوفي فرفر، خليك طبيعي انت مالك يا زول، خليك طبيعي، الشغلة دي طبيعية جدا. والله نحن نتمنى انه حالك ينصلح، وشوف اصلا حلقاتنا دي فيها علاج، بس الزول يصبر كيف يا اخوانا. الان انت لو وديت زول مجروح للدكتور اول ما يهبش الجرح بيعمل شنو؟ بكورك صح؟ واي بكورك. الدكتور لو قال له خلاص قوم فوت ما بيتعالج، الهبشه الاولى يكورك، الهبشه الثانيه يكورك، الهبشه الثالثه كبلت ديتول بكورك حبه، الهبشه الثالثه بيدي حقنه بكورك شديد، المرة الرابعة بيقول له والله يا دكتور جزاك الله خير ريحتنا، مش كده؟ أنت أصبر على الناس اللي بكوركو برديل، يا ماما كوركو في حلقات كثيرة جدا، والله الذي لا إله إلا هو، في واحد نازل في اليوتيوب، واحد الآن من إخواننا في حلقة السوق العربي جزاه الله خير بيبيع موية وضو في حلقة السوق العربي، أخونا محمد، أقسم بالله الزول ده لما جينا نحن قبل سنين نتكلم في المكان ده كان من أشد الأعداء لنا، وكان بكورك ومرات يخلي بيع المويه ويفوت، وكان بيقول انا بخاف انه الكوبري ده ينزل فيكم لما تتكلموا في الاولياء، والله وقال بخاف بس الوالي ينقلب فيكم بكورك. انت عارف المره الاولى والثانيه الحقنه مشت فيه والحمد لله،
بعداد بقى من أشد الناس حبا للتوحيد. والله قال أنا إلا أخش الحلقة أتكلم، قلنا له تعال، أدينا فرصة في اليوتيوب نازل، خش وقال والله الناس ذيل كانوا من أبغض الناس لي وكنت بكرهم، والآن هم من أحب الناس لي وبدافع عنهم والله. عشان كده أخوانا إنتوا أصبروا، أصل ذولي كورك برا ما تشتغل به. طيب أنا أوريك الكفر، شوف 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 الكتاب ده اسمه ديوان رياض الجنة ونور الدجنة للشيخ عبد الرحيم البرعي. نبذنا؟ أنا نبذته؟ ما نبذته، قلت أنا على أبوه؟ ما قلت والله، لا نبذته ولا أي حاجة. اسمه إنت اسمه بتضايق من اسمه ليه؟ اسمه عبد الرحيم وقع الله البرعي، شيخ الزريب يا هندا، صورته بهنا والسيرة الذاتية بتاعته بيجاي. الكتاب ده عنده رقم إيداع، طبعا في ناس ما بيعرفوا الشغل ده لكن للتوثيق كويس، رقم الإيداع بتاعه 1908-2008، الترقيم الدولي يا هندا 6-9، ما أرقام كثيرة. أنت بتعرف الكلام ده يعني شنو؟ لا يمكن زول يطبع له كتاب ويسمي الكتاب ده باسم زول ويدو رقم إيداع إطلاقا. في حاجة اسمها محكمة الملكية الفكرية، مصنفات الأدبية، لو أنت كتبت كتاب وقلت الكتاب ده حق فلان وطلع ما حقه ما بخلوك، بيرفعوا فيك قضية. لكن الآن الصوفية ساكتين قافلين خشمون، صوفي واحد بيقدر يرفع قضية ما في، لأنه عارف إنه الكتاب ده حق أبوه الشيخ عبد الرحيم البرعي. إذا أثبتنا تماما إنه الكتاب حق منو؟ حق البرعي، ما في دول بيقدر يعارض، هو كتبه براه. أوريك النت كيف يجعله مع الله نت. قصيدة قال اسمها دعني أصاحب سادتي، دي عنوان القصيدة. البرعي قال دعني أصاحب سادتي وأماشي. تعرف السادة بتعينه؟ ديل السادة قال عنهم السادة السادة، أنا عبد ليكم نادى، قوم يا أخي ناديهم لي رجال الله اللي بيزيلوا البي. ديل هم السادة بتعين البرعي، ناس حسن وتحسونة وناس أحمد الطيب بن البشير وناس عبد المحمود نور الدايم وغيرهم وغيرهم، ديل سيادة البرعي. طيب نشوف قاشنه، دعني أصاحب سادتي وأماشي دوما على رغم الحسود الواشي، بيقصدنا نحن يعني، قال اي حاسد نحن ما بنشتغل به، نحن ورا السادة ورا السادة كويس. قال وأزورهم في كل حين طالبا بركاتهم وأنا لديهم خاشي. قال أنا بزور ودائر البركات بتاعتهم، وما في والله صوفي واحد، صوفي واحد من أكبر صوفي لغاية أصغر صوفي قدر سيوسيو يقدر يجيب لنا دليل واحد إنه القبة أو الضريح فيها بركة. والله نتحدى الصوفية قاطبا في جميع أنحاء العالم، جيب لي دليل، دليل من القرآن أو من السنة إنه ضريح أبوك الشيخ القبة دي جوا هناك فيها بركة. إن جبت دليل والله نحن أول من نجي نسف التراب، لكن تجيب دليل. إن ما جبت دليل والله ما نسف حصحاصة من قبر أبوك الشيخ، وما بنخلي الناس يسفوا، والله ما نخلي الناس يسفوا. إن شاء الله أنا أخلي الناس يسفوا قنقليس ويسفوا الدوم، عشان الناس الدوم والقنقليس يشتغلوا ذاته شغل حلال، لكن أنت مش لشي كريبة عشان تسف تراب ويجيك حصوة في النهاية. البرعي جاته حصوة أظن من سف التراب الكثير، ولا ما مات بالحصوة؟ مات، ما بيسف التراب، نحن نسوي له شنو؟ قلنا له ما سف، قال بسف، أمش سف، سف، مات بالحصوة، انتهى. عرفت الحاصل؟ فقال وأزورهم في كل حين طالبا بركاتهم وأنا لديهم خاشي أو خاشع في الطبعة الثانية، يعني لما يجي في المقبرة كأنه خاشي المسجد، تلقاه خاشع وساكن. طيب قال ما مسني سوء وجئت رحابهم إلا وعني ذاهب متلاش، يعني أي سوء يمسني أنا، قال إذا جيت الضريح السوء ده يروح طوالي. الكلام ده صح ولا كذب؟ كذب والله كذاب. الضريح بيشفي؟ وين في ضريح بيشفي؟ وريني الآن، أنا داير الآن وريني ضريح فلان الفلاني بيشفي في السودان وفي برا السودان، عشان نقفل كل الدكاترة ونقفل المستوصفات كلهم ونمشي الأضرحة نشفي الناس ديل. إذا في ضريح واحد بيشفي وريني له محله وين. طيب قال هم عدتي عند الشدائد كلها، هم ملجئي في كل خطب فاشي، هم عدتي عند الشدائد كلها. ده ياهو جعل الأنداد من دو، خليه أحمد خليه ما بيخش، خليه هذول. قال هم عدتي عند الشدائد كلها، هم ملجئي في كل خطب فاشي، هم موئلي عند الكروب ونصرتي، هم مورد
يروي لكل عطاش أرجو بهم فوزا وإكراما غدا واليوم تيسيرا لأمر معاشي. قال أنا أرجو إنه ييسر لي أمر معاشي. يا أخواننا المعاش نرجو من مين إنه ييسر معاشنا؟ الله تبارك وتعالى. نسأل الله إنه ييسر معاشنا، لكن أمشي للضريح عشان الضريح ييسر لي معاشي؟ هو ذات الزول جوا الضريح ده القاعد ييسر له معاشه منه إذا كان أصلا عايش هو؟ يا أخي زول ميت ما عايش ذاته، أجيه أقول له ييسر لي معاشي؟ هو ميت ما عايش، هو لو كان عايش هل بييسر معاشه منه؟ الله. طيب أنا ما أسأل الله يا أخي هل بييسر معاشي؟ والبيسر معاش البرع ذاته، أول بيسر معاش الناس اللي كانوا حيين وماتوا، ليه أنا أخلي الله عز وجل وألجأ للأموات؟ لكن شان تعرف إنه ده جعل الأنداد مع الله تبارك وتعالى. قال فالقوم لا خوف عليهم ثم لا هم يحزنون رضا بغير نغاش يكفيك من عاد وليا منهم فالله آذنه بحرب غاش. كلام كثير أفتح لي إسماعيل لأنه بجيوب عشوائي. إسماعيل الولي أذكر محاسنه؟ ما عنده محاسن ولا فوزية ولا كلتوم، نجيب له من وين محاسن؟ نجيب له من وين؟ يا أخي زول ما عنده محاسن، الناس زي اللي بيتكلموا كيف؟ من وين؟ طيب أنت محاسنه، محاسنه أنت مش عارفة؟ البرعي بيأكل الكسرة، نمرة واحد. البرعي بيحفظ القرآن، مش دي محاسنه؟ خليك معاي، البرعي بيأكل الكسرة، البرعي بيحفظ القرآن، البرعي بيزوج للشباب، البرعي بيسفر الناس الحج، دي مش محاسنه؟ لكن البرعي بيشرك بالله في كتاب رياض الجنة ونور الدجن، بيشرك بالله، والشرك ده بيبطل المحاسن وبيبطل أي حاجة تانية، لأنه ربنا قال ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. قدم أخونا نورين. وصية القحطاني. لله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطاني.